طب يا جماعة، هنبتدي حلقة جديدة هنتكلم فيها. احنا خلصنا الدرامز في السلسلة بتاعت المبتدئين، هنخش بقى على الكوردز والهارموني طبعا بشكل مبسط جدا، وازاي نحط كوردز لأي ميلودي موجودة عندنا ونحط ليرنج وكده. طبعا الموضوع ده ممكن يطول شوية فهنشرحه على مراحل. هبتدي خالص من مستوى المبتدئين خالص، لو انت ما تعرفش اي حاجة عن الموضوع ده تالي الموضوع ممكن يفيدك يعني، واكيد لو انت يعني متقدم في الموضوع فيعني الكلام ده غالبا هتبقى عارفه يعني، بالذات الحلقات اللي في الاول يعني. تعال نشوف مع بعض دلوقتي. انا دلوقتي لو عندي اي اغنيه في الدنيا هيبقى فيها ميلودي، هيبقى فيها لحن، او لو او التراك انسترومنتال ممكن يبقى هيبقى فيه لحن برضه، هيبقى فيه توب ميلودي. اي تراك مهما كان سواء مغني او مش مغني هيبقى فيه توب ميلودي، هيبقى فيه ليد على الاقل. فالليد ده بيتحط له هارموني، والهارموني ده هو كل دوره ان هو يسبورت ويخلي صوت الليد احلى. وفي نفس الوقت الهارموني ده هو اللي بيكمل اللحن بشكل كبير يعني، لان ساعات بيبقى فيه الحان تبقى مثلا وان نوت، يعني اللحن كله عباره عن وان نوت او تو نوتس بالكتير. في اكزامبلز في ده في الكلاسيك ميوزك كمان يعني، في سيمفونيز كمان ابتدت كده، في كونشيرتوز ابتدت كده، بتبتدي مثلا بوان نوت، وانت لو وان نوت دي لو سمعتها لوحدها مش تفهم حاجه، لو سمعتها ببقيه الهارموني وبتاع تحس ان الموضوع اكتمل، تحس بقى في ميلودي في الموضوع، مع ان الموضوع ما فيهوش ميلودي، الموضوع فيه هارموني بس. يعني الهارموني نفسها عملت لوحدها، هي صوتها موسيقي كفايه ان هو يديك احساس الميلودي يعني. فده برضو من ادوار الهارموني مهمه. في دور تاني طبعا ان الهارموني المفروض يعني يساعد الليد لاين او الفوكال على قد ما يقدر، ويحاول يخلي الموضوع اغنى واحلى ويخلي اللحن احلى من غير ما يغطي عليه، او من غير ما ان هو يزحمه يعني في التردد بتاعه او الفريكوانسي بتاعه. لان لو في فريكوانسيز كتير، لو في اصوات كتير بتتشارك نفس الفريكوانسيز، اللي بيحصل ان الاصوات دي بتعمل حاجه اسمها ماسكينج، بتماسك بعض يعني، الفريكوانسيز دي كلها بتداري على بعض والكلاريتي بتقل، وفي الاخر مش هتعرف تظهر ده لحد يعني، الميكس بتاعه بيبقى صعب جدا، وفي الاخر يا اما بتضحي بالاصوات دي يا اما بتوطيها جدا يعني، الفكره نفسها بتبوظ منك يعني. فبرضه الفن في الموضوع ان انت ازاي تختار هارموني او اصوات يخلي يعني ميوزيكلي يعني، اختيار النوت نفسها او اختيار الفويسنجز يعني، ترتيب النوت بتاعه الكوردز او المسافات اللي انت ممكن تعملها لو انت عايز تفرش الكورد ده على كذا مسافه يعني على الكيبورد، ازاي تعملها بطريقه ان هو ما يزحمش الفوكال من حيث موسيقيا لوحدها يعني، من غير اعتبار لطبيعه الصوت نفسها عامله ازاي. وبعد كده طبعا لو انت بروديوسر وكده لازم برضو تختار الأصوات نفسها، يبقى الترددات بتاعتها أو الهارمونيكس بتاعتها ما تبقاش حد قوي فتغطي على الفريكونسي بتاع الفوكالز اللي هو عادة بيبقى في الميد رينج والأبر ميد رينج أو في بداية التريبل كده أو أقل منه بشوية. فده يعني ده الهدف من الهارموني يعني. فتعالى بقى نبص على طول كده في الموضوع. طبعا الموضوع يعني ممكن ياخد مني وقت، بس هنحاول نعمل حلقة مثلا 10 دقايق كده ولا حاجة، نحاول نشرح الموضوع واحدة واحدة. فسي مثلا لو عندي أنا ميلودي بجيتار تقول مثلا في ميلودي زي دي، انا اوريدي حطيت الكوردز بتاعتها يعني اللي هي الميلودي، لعبتها من غير كوردز، هي ميلودي جميلة بس هي الكوردز هي طبعا اللي بتديها معنى اكبر. تعال بقى نشوف ازاي ممكن نحط الكوردز دي بكذا طريقة. انا مش محضر حاجه، انا يعني هنبتدي نكتشف مع بعض، نحاول نشوف نقدر نعمل ايه. انا جايب برضو صوت بيانو، هنحط برضو الكوردز منه، بس تعال نشوف احنا ممكن نطبق الموضوع ده ازاي. طبعا انت ممكن مش لازم ان انت تلعبهم يعني على كيبورد، لو انت متعرفش تلعب كيبورد كويس او كده ممكن تكتبهم، بس طبعا ده ياخد وقت اطول يعني. انت ممكن تعمل يعني تحط النوتس نوت باي نوت كده يعني، زي ما انا تعمل مثلا كده، طول دي كده، تعدل دي صح، تاخد وقت اطول شويه بس يعني ده الحل يعني. فدلوقتي احنا عندنا الميلودي اللي انا لعبتها دي، دلوقتي بقى عندنا حل من الاثنين. انا لعبتها بشكل اعتقد كويس،
لان التايمنج مش فيهوش مشاكل كتير قوي. فهنا دلوقتي عندك اوبشن من الاتنين، في حاجه اسمها، في حاجه عاده هي دي يعني الطبيعي خالص في العزف، ان اي بني ادم في الدنيا مش بيبقى اكيوريت 100%، يعني معناه ان هو مش زي الكمبيوتر خالص في ان هو بالظبط هيوقفك على الخط ده، يعني النوتة دي في فرق ما بينها وما بين دي، وده طبيعي. لو انا عملت كوانتايز هيوقفها بالظبط على دي، يعني بالمايكرو سكند كمان هتنزل ما فيهاش غلطة خالص. وده طبعا اختراع هايل، لان ده اللي خلى، اللي سمح ان يبقى فيه مزيكا اصلا بالكمبيوتر وتبقى عندك حاجات كونسيستنت. انت 70% من الوقت او 80% من الوقت هتبقى بتكوانتايز حاجتك كلها عشان يبقى في حاجه، يعني الحاجات كلها ما يبقاش فيه حاجات بتقع، بالذات لو في اصوات كتيره فوق بعض، لو كل واحد فارق شويه هتاخد يعني صوت وحش جدا في الاخر. بس عاده الالات السولو او الالات اللي هي حقيقيه او كده ممكن نسيب الحاجه زي ما هي لو هي ملعوبه كويس، وده بيانتروديوس حاجه اسمها هيومن فيل، لان انت لو جبت جيتارز بجد برضه هيلعب لك حاجه مور اور ليس زي دي كده يعني. وممكن طبعا تعمل كوانتايز الاوديو كده يعني، بس هي عمليه انفيسيف شويه، ممكن يبقى فيها شويه مشاكل، وفي نفس الوقت هي مش مطلوبه قوي لو اللعب كويس جدا وتايت جدا، لو الفاريشن في التايم معمول بشكل مقبول يعني. لكن لو الترحيل ده كتير قوي هيبقى الموضوع ده كده ما بقاش هيومن فيل، ده كده بقى يعني واحد مش بيلعب كويس. يعني لو عملنا كده اهو، ده كده هيضايق كل حاجه، هيضايق الكورز اللي انت هتحطها، هيضايق البيت، كل حاجه تبقى بايظه ومحدش هيقبل الصوت ده خالص. فانا يعني لما بلعب حاجه لو لعبتها كويس فانا بسيبها كده في حالها، وممكن اقربهم بايدي حتى من غير كوانتايز بشكل حر، وفي نفس الوقت انا بقعد العب في الفيلوستيز، لان الفيلوستي هنا بتاعه الباتشيه دي الجيتار ده بتغير جدا في الكاركتر والطعم والاكسنس وكده. دي في الاخر هي مكتبة يعني، مش حاجة بجد اكيد. وبعمل ممكن اعمل بايدي كده، مش لازم اعمل كوانتايز، الا بقى لو هي مزيكا الكترونيك هاوس، من هاوس ميوزك مثلا، انا ساعتها لا الموضوع لازم يمشي زي الساعة. في موسيقى يعني هي اسمها الكترونيك ميوزك اصلا، يعني الكترونيك ميوزك الهيومن فيل ده مش موجود لانه مش مطلوب اصلا. مزيكا غرضها ان هي تبان ان هي مش حقيقيه اصلا، فمش ده مش هيبقى مطلوب خالص. لكن لو بنعمل حاجه كده في اللذيذ يعني في المزيكا، هي ممكن تنفع انترو مثلا للاغنيه للمطرب بتاع كده يعني، حاجه كوميرشال حاجه بوب، ساعتها ممكن تسيبها هيومن فيل لو هي ملعوبه كويس. تبتدي بقى تاديت في الفيلوستيز، تاديت في الكلام ده كله، وتحكم بودانك يعني. فنسمع كده. دي مشكوك فيها شوية اللي في الآخر دي، بس هنشوفها لما نيجي نعمل كورس. ممكن نقربهم شوية. تعال بقى نشوف نحط الكورس اللي أنا لسه لعبها دي، بس تعال نحطها مثلا بصوت تاني، صوت بيانو، ونشوف إيه الأوبشنز اللي عندنا، إزاي ممكن نعمل الموضوع ده بأكتر من شكل. ففي طبعا الشكل اللي أنت تلعب برضو بشكل حر لو أنت متمكن في العزف، فممكن تلعبها يعني كده أوريكو. دي مثلا طريقة لعب هي تعتبر بيزي شوية، تعال نسمعها كده. في مشاكل في التايم عادي ممكن نصلحها زي ما وريتكم يعني. وممكن نقول طب الحتة دي ممكن تنفع فان احنا نلعب بشكل حر كده، اللي هو ارپيجيوز على كوردز على حاجات زي كده، ده كولكشن يعني بين كذا تكنيك يعني. وممكن ده ليه طبعا في حته زي سولو او اوترو كده،
بس لو في بيت وفي حاجات كتير قوي ده ممكن يبقى مش حلو يعني، لان هو مش هيبقى في مكان قوي نسمع ده كله، وممكن يغطي كمان بقية الاصوات، ممكن تغطي على اللحن الاساسي او في الحالة دي الكيس بتاعتنا الجيتار. فدي طريقة ممكن نلعب بيها. وممكن نعمل حاجة بيسك خالص يعني، مثلا تعال نكرر دي واحدة تانية. كده كررناها مرتين، تعال بقى نلعب حط كوردز بيسك شوية. تعال ناخد اكتر حاجة بيسك في الدنيا خالص، ان احنا نحط ترايدز اللي هو اولى تالتة خمسة تمام بتاع الاي كورد. نسيبنا كمان من الفويسينجز ونسيبنا من ده كله، نحط الترايدز كده كأننا لسه متعلمينها خالص. طيب في بقى الطريقة دي لو جينا لعبنا كده، تعالى حتى كمان نعمل لها كوانتايز 100% كمان ونملى الميدي كله ونشوف كده هنسمع صوت عامل ازاي. طيب الكوردات دي صح والهارموني صح، بس صوتها مش حلو. ليه صوتها مش حلو؟ لأسباب كتير. أول حاجة الفويسينجز بتاعنا مش مظبوط. يعني ايه فويسينجز؟ الفويسينجز ده اللي هو ترتيب النوت. يعني مثلا اول كورد عندنا اللي هو جي ماينور تمام، ده بيتكون من جي اي شارب ودي، وده الروت انفرجن، ده الانفرجن الاساسي، ده البوزيشن الاساسي بتاع الكورد جي اللي هو طبعا بيبتدي بجي كورد. بس انا لو خدت الجي دي وحطيتها فوق كده بقى معايا انفرجن تاني خالص كده، ده كده بقى الفيرست انفرجن، علشان الاي شارب هي بتبتدي، ف اللي هو تالت درجة خالص في الكورد هي اللي بتبتدي والجي بتتحط اون توب، فبتبقى كده اهو. بس اللي هابني لو عملت كده وبعد كده نزلت في الروت انفيرجن في الاوكتاف اللي قبليه، يعني ده نزل النزلة دي الجامباية دي كبيرة قوي، فده صوت وحش جدا. فأحسن حاجة نعملها ايه؟ زي ما انتم شايفين ان التلاتة دول في عالم ودول في عالم تاني، ده في عالم ده في عالم تاني. كل بساطة كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تقرب الانفيرجنز ببعض وتشوف ايه اللي ممكن يليق. برضو طبعا جادجمنت يعني هيبقى بودانك بشكل كبير جدا، بس لازم تميك شور في حاجه برضو، لازم تميك شور ان معظم الوقت طبعا مفيش قواعد ثابته قوي في الموضوع ده، لان في موسيقى كتير بتعتمدش الكلام ده وبتطلع نتائج رهيبه برضو زي الجاز وكده، كلاسيك طبعا برضو. بس يعني لو بنتكلم في كوميرشال ميوزك او كده، فانت حاول على قد ما تقدر لو هو البيانو بس هو اللي بيلعب، حاول ان انت تنتروديوس البيس في الروت. يعني حاول لو ده جي يبقى مثلا تحط جي تحت، او ممكن بقى تانية ممكن ببيس جيتار، مش هيحصل اي حاجه خالص ولا في اي عيب خالص لو الجي ما كانتش في الروت. بس تحس ان صوتها مش مكتمل، يعني انت ممكن حتى ده يبقى يعني زي تيزر كده للي جاي، يعني ممكن الجزء اللي بعديه الاربعه اللي بعديهم يعني يبقوا تحط بقى تنتروديوس البيس. طبعا دي حركه برضو بتتعمل ساعات وبتبقى صوتها حلو عشان يعمل توقع للي جاي، فيديك معلومه متناقصه في الاول وبعد كده يكملها لك عشان يحسك بان في حاجه اتطورت يعني، ويجي لك الصوره اوضح بعد كده فتستمتع اكتر يعني. بس انا افترض ان احنا هنعمل كده، هي الميزه في ان التو كوردز دول قربوا لبعض لان مبقاش في جامب. يعني تخيل مثلا لو دي اوركسترا وده مثلا الفيولا بلاير، فهو لما يطلع من الدي للاي ده وان نوت ستيب، مفيش يعني، ده الموضوع بالنسبه له سهل. لكن لو ده لاين الفيولا وفجاه لقى دي ودي في الاوكتاف اللي بعديه، دي حاجه مش صح خالص وغريبه جدا، الصوت بيبقى وحش كده كده يعني. ف كلهم قربوا من بعض بقى صوتهم حلو، فممكن مثلا كده او كده برضو مش وحش خالص. هيقابلك بقى مشكله تانية، مشكله ان انت التوب نوت نفسها بتاعت، تعال نفتح الاثنين دول مع بعض، عايزين التوب نوت دي ما يبقاش فيه كورد هنا مغطي عليها، يعني ما يبقاش فيه مثلا نوته بعد الاي، يعني النوته دي في الاوكتاف اللي بعد الاي شارب دي تمام، في الاوكتاف الرابع، فدي اعلى من الاي شارب في الاوكتاف الرابع لان دي في الاوكتاف الرابع ودي في الاوكتاف الثالث. فلو شغلناهم كده مع بعض، احنا حطينا الدي بتاعت الكورد اللي هو جي ماينور، حطينا حرف الدي ده حطيناه في الاوكتاف اللي بعد التوب نوت اللي هي اي شارب. لو علينا دي شويه بس عشان ايه اوضح لكم الاكزامبل، وهنا برضو في الاي بتاعت الجيتار
فممكن نحط السي فوقيها. هوريكم انا بعمل كده ليه. هتلاحظوا مع ان الكورد سليم مفيهوش مشكله، بس هتلاحظوا ان الميلودي باظت. ليه باظت؟ لان التوب نوت بتاعت الكورد بتاكت از ميلودي دلوقتي، لان هي اللي اعلى في الريجستر وفي في الديجري بتاعت السكيل، يعني هي اعلى منها بشويه حلوين، بقت بتاكت از ميلودي. فانت الميلودي بتاعتك باظت، فانت لازم الكورد بتاعك يبقى دايما تحت الميلودي على قد ما تقدر، ما يبقاش فيه نوت فوق الميلودي، بالذات لو ده صوت اساسي مطلوب ان احنا نسمعه بشكل كبير. يعني زي لو انا بسمع جيتار وبيانو بس، انا وصل لي البيانو والجيتار ايكولي. ولو عندك يعني مثلا ده ما فيهاش مشكله لان الاثنين بيلعبوا نفس النوت، بس برضو تحاول انت بالفيلوستيز ان انت تحاول ان انت تخلي التوب نوت دي تبقى مستخبيه شويه. أو ممكن تجرب تعمل انفيرجن تاني، تعال نجرب دي مثلا. تمام، دي كانت عجباني اكتر، دي مفيهاش مشكلة طالما الصوت نفسه هما الاتنين مع بعض مفيش مشكلة. لو حطينا الروت تحت زي ما قلت لكم في الاول صوتها هيبقى اغنى شويه، لان انا باستابلش البيس بتاع الكورد. يعني انا مليت الريجستر بتاع الميد رينج ده اللي هو بالترايد ده، مليت خلاص، انا حجزت اللي هو سي 2 سي 3 اللي هو 2 اوكتافز اللي في النص دول، انا حجزتهم خلاص ومليتهم. لكن اللي ما اتملاش اللي تحت خالص اللي هو البيس، فكده احنا كملنا الصوره. بقى في عندنا توب وميدل وبوتم.